النصيحة الخامسة من طرق تحسين مهارات إدارة الذات والوقت وهي تفويض المهام. والحقيقة أن تفويض المهام يعتبر جزءاً مهماً وأساسياً وضرورياً من أجل زيادة الاستفادة من الوقت والذات وقدرات الإنسان، بمعنى أن في المشاريع الصغيرة أو الريادية غالباً ما يكون المشروع يتضمن أو يحتوي على الشخص صاحب المشروع وبعض العاملين أو الموظفين لديه. في البداية ربما يستطيع هذا الشخص اللي هو بين قوسين مدير المشروع أو صاحب المشروع من القيام بإنجاز كافة الأعمال والأنشطة الخاصة بالمشروع لوحده، لأنه بيكون مشروعه في البداية مشروع صغير ليس به المهام الكبيرة وليس به الإجراءات المعقدة، لذلك قد يتمكن في البداية ويكون لديه القدرة من السيطرة وإدارة كافة عناصر المشروع بشكل جيد وبدون أي مشكلة. لكن كلما زاد المشروع وكبر تزداد المهام، تزداد الأعباء، وهذا ربما يؤدي إلى عدم قدرة صاحب المشروع لوحده على تحمل كل هذه الأعباء والجهود. لذلك من المهم بمكان في حال الوصول إلى هذه النقطة أن يقوم مدير المشروع أو الشخص الريادي صاحب المشروع بما يسمى بتفويض المهام، أي أن يخصص لكل موظف في العمل أو في المشروع مهمة تتناسب مع قدراته، مع إمكانياته، مع تخصصه، لكي يقوم بإنجازها، وبذلك يوزع الأعباء على العاملين أو على الموظفين. وهذا شيء مهم جداً وضروري ويساعد في تخفيف الأحمال أو الأعباء عن كاهل صاحب المشروع، وبالتالي يتفرغ هو للأشياء الأكثر أهمية. هذا من ناحية. لكن المهم أكثر من تفويض المهام أنه أعطي الموظف الذي تم تفويضه صلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة في المهام التي فوضت إليه، بمعنى أنه ما بيصير أن أنا أعطي الموظف مهام وأعباء وأنشطة وأي قرار يريد الموظف اتخاذه فيما وكل إليه من أعمال أنه يرجع للمدير مرة تانية، سواء قرار صغير أو قرار معقد. لذلك أصبح الأمر يعني ما في منه أي فائدة، يعني رجعت الأمور إلى المربع الأول، نجعت الأمور النقطة رقم واحد. لذلك يفترض عندما يقوم المدير بتفويض المهام أن يعطي في مقابل هذا التفويض إعطاء صلاحيات، أن يمنح الموظف صلاحيات أن يتخذ قرارات في بعض المهام أو بعض الأعباء التي وكلت إليه. لا شك أنه في القرارات الحساسة والمهمة من الضروري أن يرجع الموظف للمدير، لأنه هو بالآخر حيكون أو هو في النهاية صاحب القرار، لأنه القرار أصبح الآن يتعلق بالمشروع بشكل كامل. لكن أنشطة روتينية، أنشطة يومية يقوم بها الموظف بشكل دائم وبشكل مستمر، ليس بالضرورة أن يقوم الموظف بمراجعة المدير في كل قرار يريد أن يتخذه. إذن يفترض أن يكون هناك تفويض للمهام وإعطاء للصلاحيات أو إعطاء للسلطات اتخاذ القرار. سادسا، تجميع المهام ضمن مجموعات، بمعنى أنه يفترض أن المهام المتشابهة في الإجراءات أو المتشابهة في المواد الخام المطلوبة أو المتشابهة في طبيعة الخطوات والإجراءات التي ستتم أن تتم تجميعها مع بعضها في مكان واحد، حتى لا يضطر الموظف إلى الانتقال من مكان إلى آخر لإنجاز مهمة ما أو الحصول على مواد خام معينة، لأنه كل هذه الأقسام تحتاج إلى تقريبا نفس المواد الخام، تحتاج إلى نفس الإجراءات، نفس المعدات، وبالتالي بأضع غالبية هذه المهام ضمن مجموعة متقاربة أو ضمن قسم واحد. يعني مثلا قسم العلوم الإدارية نجد أن هذا القسم يتضمن موظفين
من الإدارة، موظفين محاسبة، موظفين مثلا اقتصاد، موظفين مصرفية. هذه المهام أو هذه العلوم كلها تكمل بعضها، وبالتالي توضع ضمن قسم واحد، لأنه الموظف الذي يعمل أو في هذا القسم سواء كان حاصل على شهادة إدارة أو اقتصاد أو محاسبة يحتاج إلى تقريبا نفس المواد الخام التي يحتاجها باقي الموظفين في هذا القسم، يحتاج إلى نفس الإجراءات التي يحتاجها باقي الموظفين في هذا القسم. إذن يتم تجميع هذه التخصصات ضمن قسم واحد أو ضمن مجال واحد لكي نوفر الوقت ونوفر الجهد في الحصول أو في الاستفادة من إمكانيات هذا القسم. سابعا، استخدام وسائل اتصال حديثة. والحقيقة أن وسائل الاتصال يجب أن تكون سريعة ومتطورة ومناسبة، سواء على صعيد الاتصالات الرسمية أو على صعيد الاتصالات غير الرسمية. بمعنى أن الاتصال الرسمي داخل المؤسسة يجب أن يكون اتصالات سريعة فعالة توفر الوقت والجهد، سواء كانت اتصالات من الإدارة إلى الموظفين كقرارات وتعليمات وملاحظات، أو اتصال من الموظفين إلى الإدارة كتقارير وملاحظات وتقارير يومية إلى آخره. تمام؟ إذن لازم يكون في هناك نظام تواصل سريع فعال يضمن أن المعلومة تصل بشكل سريع وبدون أي معوقات، وهذا طبعا يضمن توفير الوقت وتوفير الجهد اللازم لعملية أو العملية الإدارية أو لعمل المشروع. ثامنا، تدوين الملاحظات. تدوين الملاحظات بمعنى أن الريادي لكي يوفر وقته وجهده يجب أن يقوم دائما بتدوين الملاحظات، أي ملاحظات يعني يشاهدها، أي أشياء يمكن أن تكون لافتة للنظر أثناء العمل، أي معلومة قد تخطر على باله في قضية معينة أو في مشكلة معينة يفترض أن يقوم بتسجيلها أولا بأول. لأنه حقيقة أنه في كثير من الأحيان الإنسان يكون يفكر في مشكلة ويخطر على باله حل أو معلومة معينة، إذا لم يقم بتسجيلها ربما بعد فترة بسيطة يقوم بنسيان هذه المعلومة، وبالتالي يعني يضيع وقت في تذكرها أو في القيام بها. لذلك دائما يفضل أن نسجل أو أن ندون أي ملاحظة نجدها على صعيد العمل أو في حل مشكلة ما أو ضمن موضوع ما، حتى نرجع إلى هذه الملاحظة عندما نريدها في الوقت المناسب، وبالتالي نوفر جهد وتفكير ووقت بدون أي فائدة. الاستعداد لقول لا. كثير من الأمور تتأخر أو لا تتم إنهاء بالشكل الصحيح لخجل أو لعدم رغبة صاحبها في أن يقول لا. كثير من الأهداف لا تتحقق نتيجة شعور صاحبها بنوع من الخجل أو عدم الرغبة في أن يعني يقول أو أن يصدم شخصا بقول كلمة لا. لذلك دائما أي شيء يكون معوقا لمشروعك، أي شيء يمكن أن يسبب تأخير في عملك في نشاطك، تستطيع وبكل جرأة أن تعتذر من الشخص الذي يؤخر هذا المشروع أو تعتذر من الشخص الذي يمكن أن يكون سببا في تعثر هذه الخطوة، وأن تعطي الأولوية لمصلحة مشروعك. أنت إنسان عندك عمل وأحد الأصدقاء أجب بده يضيع وقته معك، لا شك أو ليس من أي غضاضة أو أي مشكلة أنك تقول له أنا الآن مش فاضي ونيجي وقت تاني أو نتحدث وقت آخر، لكن الخجل وعدم الرغبة في أن نغضب الآخرين سيؤدي إلى فقداننا لكثير من الوقت وبذلنا جهد إضافي لكي نعوض هذه ما فاتنا من وقت مع هؤلاء الأشخاص. أخيرا، عدم التردد في اتخاذ القرار. بمعنى أنه عندما يتخذ الشخص قرار محدد مبني على معلومات واضحة، مبني على بيانات واضحة،
مبني على تفكير منطقي وتحليل منطقي يجب ألا يتردد الشخص في اتخاذ القرار المناسب. وعدم التردد لا يعني التسرع، لا يعني عدم الانضباط. اتخاذ القرار أو عدم التردد في اتخاذ القرار يجب أن يكون بعد أن يقوم الشخص بجمع كل ما يمكن من معلومات، كل ما يمكن من بيانات، كل ما يمكن من آراء، من اقتراحات، من أرقام، من إحصائيات حول موضوع ما. وعندما يقوم بتحليل هذه البيانات والإحاطة بالموضوع من كل الجوانب، يستطيع عندها أن يتخذ قرار بدون أي تردد. لذلك عدم التردد نابع من حصولنا على كل ما يلزم من بيانات ومعلومات حول مشكلة ما أو قضية ما، وهذا يساعدنا على أن نتخذ قرارا حاسما وقرارا حازما، وهذا سيؤدي وسيساعد إلى عدم إضاعتنا لوقتنا وعدم إهدارنا لجهدنا الذاتي. هذه بعض النصائح المهمة في قضية إدارة الذات والوقت، والذي للاستزادة من هذه الجزئية يمكن للطالب أن يقرأ بيان المعلومات رقم 1 حول طرق تحسين مهارات إدارة الذات صفحة 23 و24، كما يمكن للطالب أن يقرأ بيان المعلومات الموجود في صفحة 25 26 27 عن تقنيات إدارة الوقت. لدينا الآن الموضوع الرابع، وهو ما يسمى بمهارات صنع القرارات وحل المشكلات، وهو أيضا من المواضيع المهمة جدا والحيوية جدا، ويرتبط بشكل أساسي بالموضوعين السابقين. مهارات صنع القرار، كيف يمكن أن أمتلك مهارة صنع القرار واتخاذ القرار؟ ما هي الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال دراستنا لهذا الموضوع؟ سيتمكن الطالب بعد دراسة هذا الموضوع من تحديد خطوات عملية صنع القرار، حيث يتعرف على ما هي المراحل والخطوات اللازمة لاتخاذها لصنع القرار بشكل صحيح وبشكل جيد. ثانيا، بعد التعرف على هذه الخطوات سيكون للطالب القدرة على تقييم مهاراته الخاصة في مجال صنع القرار وحل المشكلات. ثالثا، سيكون للطالب القدرة على استخدام هذه المهارات أو استخدام تقنية بنسميها تقنية العصف الذهني في استخدامها في عملية صنع القرار. وقلنا يا جماعة العصف الذهني أحد أساليب التفكير المتطورة التي تقوم على أساس وضع أفكار وابتكار أفكار تكون غير تقليدية ونابعة من معلومات وتحليل معلومات، بنسميها العصف الذهني. هذا أسلوب تدريس أو تعليمي حديث. لذلك بعد أن يتعرف الطالب على النقاط السابقة سيحاول أن يستخدم أسلوب العصف الذهني في اتخاذ أو في عملية صنع القرار. نبدأ بأول جزئية، وهي خطوات عملية صنع القرار، وهي عبارة عن الجزء الأساسي من هذا الموضوع. ما هي خطوات اللازمة لصنع القرار؟ ما هي الخطوات التي يجب أن تمر بها عملية صنع القرار؟ هناك عدة خطوات يفترض أن يمر بها القرار حتى يتم إنجازه أو يتم اتخاذه. لكن السؤال الآن، عنواننا كما ذكرنا هو اتخاذ القرار وحل المشكلات، يعني عبارة عن شقين. هل هناك علاقة تربط بين اتخاذ القرار وحل المشكلات؟ هل هناك ربط ما بين المشكلة والقرار؟ بطبيعة الحال أن أي قرار نقوم باتخاذه هو عبارة عن حل لمشكلة نعاني منها. أي قرار نقوم باتخاذه هو بالأساس بيكون عبارة عن حل أو هدف لحل مشكلة نعاني منها. إذن الشيء الذي يدفع الإنسان بشكل عام
إلى اتخاذ قرار هو أن لهذا الإنسان لديه مشكلة يريد حلها، وحلها يحتاج إلى قرار. إذن عدم وجود مشكلة معنى ذلك أن الإنسان ليس بحاجة إلى اتخاذ قرار. إذن الذي يدفع الشخص لبذل جهد وجمع البيانات لاتخاذ قرار معين هو أنه يعاني من مشكلة، يواجه مشكلة تحتاج إلى حل، وحل هذه المشكلة هو الهدف الذي نسعى إليه من خلال اتخاذ هذا القرار. فالأمور كلها يا جماعة مترابطة مع بعضها البعض، الأمور مترابطة كلها مع بعضها البعض. المشكلة وجودها هو الذي يدفع الإنسان للتفكير في حل المشكلة، حل المشكلة يحتاج إلى قرار، القرار هو عبارة عن الهدف الذي نسعى من خلاله إلى حل المشكلة الذي نعاني منها. إذن الأمور كلها متشابكة مع بعضها البعض. إذن هناك علاقة مباشرة، علاقة قوية، علاقة وطيدة ما بين المشكلة وبين اتخاذ القرار. بدون مشكلة أنت لا تريد أن تتخذ قرار، لست محتاج أنك تتخذ قرار لأنك أنت بالأساس لا تعاني من مشكلة، وبالتالي المشكلة والقرار هما عنصران أساسيان ومرتبطان ببعضهما البعض. ما هي الخطوات الضرورية لعملية صنع القرار، أو ما هي المراحل التي تمر بها عملية صنع القرار؟ أول خطوة من خطوات صنع القرار، وهي أهم خطوة في نظري، هي تعريف أو تحديد المشكلة، وهي الهدف الذي نسعى إليه من خلال اتخاذ القرار، وهو حل المشكلة. لذلك عشان أحل المشكلة لابد من البداية أن أحدد ما هي هالمشكلة بشكل أساسي، ما هي المشكلة بشكل واضح. نعرف الأول إيش هي المشكلة، ما هو تعريف المشكلة. المشكلة بشكل بسيط هي الفرق بين وضع حالي غير مرغوب فيه ووضع مستقبلي يرغب الشخص في تحقيقه. الفرق بين الوضع الحالي ووضع مستقبلي يرغب الشخص في تحقيقه، هذا كله بنسميه المشكلة. الفرق بين الحالي واللي أنا بدي إياه هو المشكلة. مثلا شخص أو طالب حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص ما، تمام، قدم شهاداته للعمل، أغلب الشركات رفضت أو لم تقبل هذا الطالب لأنه هناك في أشخاص آخرين تقدموا بها بشهادات أعلى. إذن الآن الطالب عنده مشكلة، مشكلة أنه لديه الآن حاليا شهادة تحد من قدراته أو لا تعطيه القدرة على أن يكون منافسا جيدا في السوق. إذن هذه المشكلة تحتاج إلى قرار، قراره أن يكمل تعليمه. إذن الآن إكمال التعليم وحصوله على شهادة البكالوريوس معناه أنه انتقل الآن من مرحلة حالية إلى مرحلة مستقبلية أفضل بكثير من المرحلة السابقة. إذن هو بحصوله على الشهادة الجديدة قام بعمل حل للمشكلة. إذن اتخاذ القرار أنه يكمل دراسته لكي يحصل على شهادة البكالوريوس هو عبارة عن حل للمشكلة، وبالتالي انتقل من مرحلة حالية عانى فيها من قضية ما أو مشكلة ما إلى مرحلة مستقبلية. هذه المرحلة المستقبلية ستساهم في تخفيف أو في حل المشاكل التي يعاني منها، وهو أن هناك مجالات العمل بالنسبة له ضعيفة، كمثال أنا بحكي. لذلك المشكلة هي الفرق بين شيء حالي وشيء مستقبلي، بين شيء موجود وشيء مرغوب، كمثال أفضل أو مثال أسهل. ما الذي يدفع الإنسان إلى تناول الطعام؟ شعوره بالجوع. إذن الوضع الطبيعي لنا كبشر أننا نكون غير أو لا نشعر بالجوع،
والوضع غير الطبيعي أننا نشعر بالجوع. إذن وجود مشكلة وهي الشعور بالجوع وهي الحالة غير الطبيعية هو ما يدفعنا إلى التفكير في تناول الطعام للانتقال من مرحلة المشكلة أو المرحلة غير الطبيعية إلى المرحلة الطبيعية وهي مرحلة الشبع. إذن دائما اتخاذ القرار يتضمن حل لمشكلة معينة ونقل الشخص من وضع حالي إلى وضع أفضل في المستقبل. هذا بشكل مبسط تعريف المشكلة. لذلك أول خطوة لابد أن يتم تحديد المشكلة بشكل دقيق وبشكل واضح، وأن يكون الشخص يعني من الدقة بمكان بأن يحدد ما هي المشكلة بشكل أو بنسبة قد تصل إلى 99%. لأنه يا جماعة كل ما أنت حددت المشكلة بشكل أوضح كلما كان لديك القدرة على اتخاذ القرار بشكل أكثر دقة. لذلك المشكلة لما يكون فيها شوية غموض أو عدم وضوح بالتأكيد القرارات لن تكون بالمستوى أو بمستوى الجودة المطلوب. إذن كل ما كان هناك عندك بيانات معلومات أو تحديد للمشكلة كلما كان اتخاذ القرار بهذه المشكلة أو بخصوصها أكثر دقة وأفضل. كمثال آخر، الطبيب إذا لم يستطيع أن يحدد بشكل دقيق ما هي أو ما هو المرض الذي يعاني منه المريض لن يستطيع أن يحدد العلاج، وخصوصا أن في هناك بعض الحالات المرضية تكون متشابهة أو متقاربة في الأعراض ولكن علاجها يختلف. مثلا بنلاقي أن هناك بعض الأمراض تتشابه في الأعراض، مثلا صداع، إعياء، إرهاق، تعب، هذه بيكون أحيانا في هناك أمراض تتشابه في هذه المعطيات. لكن إذا الطبيب لم يشخص طبيعة المرض بشكل دقيق ربما يصف دواء ليس الدواء المناسب لهذه المشكلة. إذن كلما كان الطبيب أقدر على تحديد طبيعة المرض وطبيعة المشكلة التي يعاني منها الشخص كلما كان أقدر على أن يصف الدواء بشكل أكثر فاعلية. هذا النقطة رقم واحد. لذلك هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تساعدنا في تحديد المشكلة، عبارة عن مجموعة أسئلة الإجابة عليها بتوضح لنا بشكل دقيق ما هي المشكلة. كيف نتعرف على المشكلة؟ أولا نحاول أن نحدد ما هي الأمور أو الظروف التي أدت إلى ظهور المشكلة، يعني إيش الظروف اللي ساهمت في ظهور هذه المشكلة، ما هي الأشياء التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة، لأنه لكل مشكلة أسباب. معرفة الأسباب قد تؤدي إلى تحديد طبيعة المشكلة بشكل دقيق. ثانيا أن نحدد حجم الاختلاف بين الوضع الحالي والوضع المرغوب. نرجع بشكل أفضل إلى مثال الشخص الذي يعاني من الجوع. إذا أنت بتعاني من الجوع كتير معناته أنه أنت مشكلتك أو المشكلة التي تعاني منها مشكلة يعني نسميها مشكلة كبيرة، وبالتالي ساندوش بسيط أو ساندوش صغير لن يكون حلا لهذه المشكلة لأنه أنت أصلا جعان بنسبة مستوى عالي. لذلك بينما أنت لو كنت تعاني من الجوع بنسبة بسيطة ممكن أي شيء تتناوله بسيط يؤدي إلى حل هذه المشكلة. إذن كلما كانت المشكلة أكثر تعقيدا أكثر عمقا كلما كان الحل اللي أنا بحتاجه أكثر عمقا وأكثر اللي هو حاجة للتفكير المعمق. وبالتالي كل ما زاد الفرق بين الوضع الحالي والوضع المرغوب كل ما أنت كانت القرار اللي حتتخذه قرار يحتاج إلى تعمق أكثر. مثلا الآن كما نلاحظ إحنا في بلدنا يعني هناك بلا شك نجد أن الطلبة الذين يحملون الشهادات الأولى كبكالوريوس أو دبلوم يعانوا من مشكلة في الحصول على فرص عمل. السبب أن هناك أشخاص كثر حاصلون على شهادات الماجستير والدكتوراه،
وبالتالي من المنطق أنه صاحب الشركة طبعا في الغالب أن يفضل صاحب أو حامل الشهادة الدكتوراه أو الماجستير على الطالب الذي يحمل شهادة الدبلوم، لكن مش في كل الأحوال، أنا بقول كمثال. لذلك الطالب اللي معاه شهادة الدبلوم عندما يرى أن سوق العمل يتطلب أو يفضل أشخاص من حملة الشهادات العليا كالدكتورة والماجستير، إذن هو الآن يشعر بالفجوة الكبيرة بين وضعه الحالي والوضع الذي يرغب فيه، لأنه بده يكمل بكالوريوس ويكمل ماجستير ودكتوراه عشان يقدر يكون منافس في سوق العمل. لذلك كلما كانت الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه كبيرة، كلما كانت المشكلة تحتاج إلى تحليل أكبر، تعمق أكبر. وأنا بحكي كمثال، لكن بكل الأحوال يعني هناك كثير من الشركات تفضل الأشخاص من ذوي الشهادات الدبلوم والبكالوريوس على أشخاص من حماية الشهادات العليا. وطبعا هذا موضوع مش حقيقة مش موضوعنا الآن، لكن هناك كثير من الأعمال التي يفضل أصحابها أشخاص أو مرشحين أو خريجين من طلبة الدبلوم والبكالوريوس. ثالثا، هل الاختلاف الموجود كان ضمن الحد المسموح؟ يعني المشكلة ما تجاوزت الحد المسموح إلها، المشكلة ما زادت عن حد المناسب أو على حد المسموح. كلما كانت المشكلة ضمن حدود السيطرة كلما كان أفضل على اتخاذ القرار. الخطوة الثالثة من خطوات عملية اتخاذ القرار، وهو أو الخطوة الثانية عفوا، تحديد الأسباب الرئيسية للمشكلة. ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ظهور المشكلة؟ والحقيقة جماعة أن أسباب ظهور المشكلة قد تكون أسباب حقيقية وقد تكون أسباب غير حقيقية. يعني ممكن أنا أشعر أن هناك في مشكلة، لكن السبب الحقيقي ما يكونش واضح، وبالتالي عدم القدرة على تحديد السبب الرئيسي في حصول المشكلة يؤدي إلى عدم قدرة الشخص على اتخاذ القرار المناسب. لذلك هناك بعض الإرشادات التي يمكن أن نقوم بها في هذا المضمار لتحديد الأسباب الحقيقية للمشكلة. أولا، بعض الأسئلة نجيب عليها، مثلا ما الذي يجعل من الوضع الحالي مشكلة؟ الإجابة على هذا السؤال تعرفنا أسباب المشكلة. لماذا أصبحت المشكلة ولماذا صارت الأمور بهذه الطريقة؟ شو اللي فاقم الأمور؟ إيش اللي أدى لظهورها؟ ما الذي حدث بشكل واضح أو بشكل دقيق؟ أين حدث ذلك؟ في أي مكان؟ في أي زمان؟ كيف حدث ذلك؟ متى؟ ومن المسؤول عن حدوث هذه المشكلة؟ الإجابة على هذه الأسئلة بتعطينا تصور واضح حول الأسباب الحقيقية والرئيسية لظهور المشكلة. وكل ما كان عندك إجابات أوضح على هذه النقاط، كل ما كان عندك قدرة على تحديد أسباب المشكلة بشكل أفضل وبشكل أحسن. الخطوة الثالثة، تحديد الحلول المحتملة، وضع الحلول المقترحة. بعد ما أحدد أسباب المشكلة ببدأ الآن في وضع الحلول التي يمكن أن تكون حلولا مقترحة لهذه المشكلة، قد تكون حلولا لهذه القضية. وهنا يجب أن لا نستثني أي حل وأي خيار مهما كان هذا الخيار غير حقيقي أو غير واقعي، أو يمكن نسميه يعني من الصعب أن يكون الحل المناسب. لا، جميع الحلول التي يمكن أن تكون حلولا مناسبة يجب على الشخص الذي يواجه هذه المشكلة أن يضعها بعين الاعتبار، بغض النظر تكون حلول يعني قد تكون حلول منطقية أو حلولا يعني غير منطقية. أنت الآن دورك في هذه المرحلة أن تضع أو أن تقترح كل ما يمكن من حلول، لأنه يمكن أن يكون أحد الحلول الجيدة هو حل غير تقليدي وحل غير متوقع، وبالتالي عدم طرح هذا الحل معناه أنه الحلول الأخرى الأقل جودة هي التي سيتم اختيارها. إذن على متخذ القرار أو صانع القرار بشكل أفضل أن يقترح كل الحلول التي يمكن أن تكون حلول مناسبة لهذه المشكلة، وألا يستثني
أي حل مهما كان هذا الحل غير منطقي أو غير واقعي أو يمكن يكون من الصعب تحقيقه. رابعا تقييم الحلول. بعد الخطوة الثالثة وبعد تحديد الحلول الممكنة يقوم الشخص متخذ القرار أو صانع القرار بعملية تقييم للحلول. وتقييم الحلول تحتاج إلى توفير كل ما يلزم من بيانات، من معلومات، من إحصائيات، من أرقام، من خبرات، من استشارات، من آراء حول كل مقترح من المقترحات التي يمكن أن تكون مناسبة لحل المشكلة. وكل ما أنت كان عندك معلومات وبيانات أكثر وأوضح عن كل بديل، عن كل خيار، كلما كان لديك القدرة الأكبر على اختيار البديل الأنسب. لذلك لابد في مرحلة صنع القرار أو في هذه المرحلة تقييم الحلول أن يوضح متخذ القرار كل ما يلزم ويجمع كل ما يلزم من بيانات وإحصائيات وأرقام. هذه البيانات والإحصائيات ضرورية جدا لكي يستطيع أن يقيم هذه الحلول وأن يرتب هذه الحلول ضمن أولويات، من الحل اللي ممكن يكون حل مناسب، من الحل اللي ممكن يكون حل أقل مناسبة، من الحل الجيد، من الحل الضعيف. هذا كله بيكون من خلال عملية جمع البيانات والمعلومات الخاصة بكل بديل وبكل خيار. الخطوة الخامسة اختيار البديل الأفضل أو الحل الأفضل. وقدرة متخذ القرار على اختيار البديل أو الحل الأفضل تعود بشكل أساسي إلى نجاحه في الخطوات الأربعة السابقة، بمعنى أنه أي فشل في أي مرحلة من المراحل السابقة سيؤدي بمتخذ القرار إلى عدم القدرة على اختيار من هو الحل الأفضل، من هو البديل الأفضل. لذلك جميع الخطوات مترابطة فيما بينها، وكلما كان متخذ القرار قادرا على إنجاز كل خطوة بشكل جيد وبطريقة جيدة كلما تمكن من تحديد القرار المناسب بشكل أفضل. لذلك الخطوة الخامسة كما ذكرنا اختيار البديل الأفضل، ولم نقل اختيار البديل الأمثل. لماذا؟ في علم الإدارة وفي العمل الإداري وفي وجود أي مشكلة لا يمكن أن تجد هناك حلا مثاليا. في العمل الإداري، في عمل المؤسسات والشركات والمشاريع، لا يوجد هناك حل مثالي لمشكلة ما. مستحيل تلاقي حل مثالي 100%. إيش يعني حل مثالي؟ يعني حل لا يوجد فيه سلبيات، هذا شيء مستحيل. فجميع الحلول التي يمكن أن تكون حلولا مقترحة لأي مشكلة، كل حل يوجد به نقاط قوة ونقاط ضعف، يوجد فيه إيجابيات وفيه سلبيات. لذلك من المستحيل أن تجد قرار أو خيار أو بديل مثالي بنسبة 100%. إذن أنا لما ذكرت وقلنا اختيار الحل الأفضل، بمعنى أن أنا بعد ما أطلع أو بعد ما أنجز الخطوات الأربعة السابقة بدي أختار الحل الذي تتوافر فيه أكبر نسبة من نقاط القوة وأقل نسبة من نقاط الضعف. إذن هو في المحصلة ليس قرارا مثاليا، لأنه في نسبة سلبيات، في نسبة ضعف، لكنها أقل نسبة بالمقارنة مع البدائل الأخرى، وأكبر نسبة أو أكبر نسبة إيجابيات بالنسبة أو بالمقارنة مع البدائل الأخرى. إذن ليس هناك حلا إداريا أو حل في بيئة الأعمال لمشكلة ما أن يكون حلا مثاليا. الخطوة السادسة بعد اختيار الحل المناسب تأتي مرحلة التنفيذ. والحقيقة مرحلة التنفيذ تعتبر من المراحل الخطيرة جدا والحساسة جدا،
لماذا إحنا قلنا خطيرة جدا وحساسة جدا؟ لأن الإنسان أو الشخص عندما يبدأ في وضع الحلول المقترحة لمشكلة ما، هو يضع الحلول بناء على معطيات حالية أو بناء على معلومات آنية. لذلك عندما يبدأ هذا الشخص بتنفيذ وتطبيق القرار الذي تم اختياره، قد يجد أن هناك متغيرات جديدة أو معطيات جديدة لم تكن في الحسبان أثناء عملية تحليل البدائل أو تفضيل البدائل. قد تظهر مشكلات هو ما كانش مخد باله منها، لم تكن في الحسبان. لذلك الآن حيجد أن هناك في فجوة بين القرار اللي حيطبقه وبين الظروف الحالية. لذلك يفترض بالشخص متخذ القرار أن يكون لديه القدرة على أن يؤقلم، أو أن يكون لديه من المرونة بما يساعد على أن يلائم وأن يوافق القرار مع الظروف في حال ظهور أشياء ومستجدات جديدة، في حال ظهور معوقات جديدة، إنه يكون قادر القرار اللي هو اتخذه على استيعاب هذه الأمور، على تجاوز هذه المشكلات. كما ذكرنا قبل قليل عندما في وضع الأهداف، إنه اللي هو الشخص لازم يقوم بعملية تحديث للأهداف حتى يتأقلم مع الظروف والمتغيرات الجديدة. العنصر الأخير أو الخطوة السابعة، التحقق من صوابية الحل. لا يكفي كل ما سبق، ولا يكفي أن تقوم بتطبيق وتنفيذ الحل الذي تم اختياره، بل يجب بعد أن يتم تنفيذ الحل أو اتخاذ القرار وتطبيق القرار الذي تم اختياره، أن تكون هناك عملية مراجعة لهذا القرار، عملية متابعة وتغذية راجعة لهذا القرار. بمعنى، هل تنفيذ القرار تم بالصورة الصحيحة؟ هل هذا القرار اللي احنا اخترناه، القرار الذي تم اختياره، هل كان من الأفضل لو اخترنا قرار آخر؟ هل كنا متسرعين؟ طبعا مع كل اللي فات من جمع بيانات وتحليل ومقارنة بين البدائل والخيارات والمقترحات، يجب انه انا اقوم بعملية تشييك أو تقييم نهائية حتى أطمئن أنه أنا فعلا قراري اللي اتخذته تم أو كان هو القرار الصائب، وتنفيذه تم بالطريقة المناسبة حتى أضمن أنه أنا فعلا المشكلة اللي عندي تم حلها بنسبة كبيرة جدا، وألا تكون هذه المشكلة أو تكون موجودة بما يؤدي إلى إعاقة وتأخير في إنجاز المشروع أو إنجاز الأهداف. هذا ببساطة الخطوات الضرورية لعملية صنع القرار، والتي من خلالها نعمل أو نساهم في حل مشكلات نعاني منها على الصعيد الشخصي، أو على كمشكلات شخصية، أو كمشكلات بسيطة يومية روتينية، أو مشكلات على صعيد العمل تحتاج إلى تحليل وتدقيق وفحص وإجراءات وكبيرة. للاستزادة من هذا الموضوع، على الطالب قراءة بيان المعلومات رقم 1 الموجود في صفحة 30-31، وهو عبارة عن بيان المعلومات نظرة عامة على صنع القرار. أيضا يمكن للطالب أن يتعرف على مفهوم العصف الذهني أو طريقة العصف الذهني بالرجوع إلى بيان المعلومات 2 صفحة 36. إذن إحنا بعد انتهاءنا من حديثنا عن هذا الموضوع، لدينا ورقة عمل ثانية، وهي بعنوان تقييم مهارات صنع القرار وحل المشكلات، عبارة عن مجموعة أسئلة يجب على الطالب الإجابة عليها، وهذه موجودة في صفحة 32، مجموعة فقرات في صفحة 32. الطالب عليه أن يقرأ هذه الفقرات وأن يضع الخيار أو الإجابة التي تتناسب مع كل فقرة من وجهة نظره، ومن ثم إرسال الإجابات إلى محاضر المساق، وحنزلها إلكم من خلال ورقة عمل. الموضوع الأخير، وهو موضوع حقيقة بسيط
ولكنه يعني برضو له دور كجزء من عناصر الريادي وهو الإبداع والابتكار. حمر على الموضوع بشكل سريع مع التركيز على النقاط المهمة في هذا الموضوع. الإبداع والابتكار هو موضوعنا الأخير في هذه الوحدة. ما الأهداف التي نسعى تحقيقها من خلال دراستنا لموضوع الإبداع والابتكار؟ طبعا الإبداع حقيقة والابتكار صفتان مهمتان يجب أن تتوافر في الشخص الريادي، من منطلق أنه المشاريع الريادية هي مشاريع غير تقليدية، مشاريع ابتكارية، مشاريع إبداعية. لذلك يجب علينا كرياديين أن نمتلك أو أن نطور من مهاراتنا الإبداعية والابتكارية. لذلك الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال دراستنا لهذا الموضوع، أولا سيتعرف الطالب أو سيكون الطالب قادرا بعد دراسة هذا الموضوع على تقييم قدراته الإبداعية وتحديد نقاط الضعف والقوة لديه أو في هذه القدرات. ثانيا تطبيق تقنيات مختلفة تساعد الطالب على تطوير قدراته الإبداعية. بداية ليتعرف على ما هو الإبداع، عاوزين نعرف ما هو تعريف الإبداع. الإبداع ببساطة شديدة يمكن أن نعرفه من خلال مفهومين. أولا الإبداع هي القدرة على تصميم أمر ما أو شيء ما، وكلمة تصميم معناها إن أنا بدي أبدأ شيء أو أخترع شيء أو أبتكر شيء من الصفر، يعني شيء مش موجود وأنا بدي أصنعه، يعني هو منتج جديد لأول مرة، فكرة جديدة بسميها تصميم، أو إعطائه شكلا مختلفا. إذن هو منتج بدي أصنعه من الصفر ليس له شيء مماثل، أو منتج موجود لكن بدي أنا أعطيه شكل جديد، أغير شوية في مواصفاته، أضيف له شوية أشياء جديدة، أو إنجازه بطريقة جديدة، أو إن أنا منتج موجود وبدي أستخدمه بطريقة مختلفة. إذن هو منتج سيتم ابتكاره لأول مرة أو اختراعه لأول مرة، أو منتج بدي أضيف عليه أشياء إضافية أو أشياء جديدة، أو منتج موجود بدي أستخدمه بطريقة جديدة، أستخدمه بطريقة جديدة أو طريقة مختلفة عن الآخرين. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني إيش بقول؟ الإبداع هو القدرة على استحداث حلول مبدعة للحاجات أو المشاكل وتسويقها. القدرة على استحداث حلول مبدعة للحاجات أو المشاكل والقدرة والقدرة على تسويقها. هذه هي التعريفات التي يمكن أن نتناولها في موضوع الإبداع. لذلك هناك بعض النقاط التي يمكن أن نستخلصها من هذه التعريفات. أولا الإبداع غالبا ما يشكل الفارق بين النجاح والفشل في المؤسسات، وهذا شيء منطقي في المؤسسات الريادية. عندما تبتكر أو تقوم بإبداع منتج معين أو استخدام طريقة جديدة أو مبدعة، استخدامك لهذه الطريقة أو إنتاجك لهذا المنتج قد يكون سبب في النجاح المشروع وقد يكون سبب في الفشل. وذكرنا أن الريادة مخاطرة. لماذا مخاطرة؟ لأن الشخص الريادي يقدم منتج أو خدمة بطريقة جديدة ربما تقابل استيعاب وقبول من المجتمع، وبالتالي المشروع ينجح بشكل سريع وبشكل كبير، أو قد تجد عزوف وعدم إقبال وعدم رضا من الجمهور، وبالتالي المشروع يواجه مشكلة. إذن القضية فيها مخاطرة، لكن الإبداع دائما هو الذي يشكل الفارق بين النجاح والفشل. المؤسسات التي تستخدم طرقا تقليدية لن تكون بمستوى النجاح للمؤسسات التي تستخدم طرقا إبداعية،
وبالتالي الإبداع هو الذي ساعد هذه المؤسسات على تحقيق النجاح بشكل أسرع من غيرها من الشركات المنافسة. الإبداع غالبا ما يميز المؤسسات الديناميكية التي تشهد نموا كبيرا. المؤسسات جماعة التي تعتمد الأساليب التقليدية والروتينية، هذه مؤسسات لا يكون فيها إبداع. دائما المؤسسات اللي فيها حركية وديناميكية وتعطي تفويض وصلاحيات للموظفين هي التي يكون فيها الإبداع أكثر وضوحا وأكثر استخداما. ثالثا، الرياديون المبدعون عليهم أن يبقوا أعينهم وعقولهم على محيطهم الاجتماعي، وهذا احنا ذكرناه في المحاضرة الأولى عندما ذكرنا أن الريادي يراقب البيئة، ينظر إلى ما يحدث حوله من أمور بطريقة مختلفة عن الآخرين، بطريقة غير تقليدية، لأنه كل أفكار الإبداعية حتكون من وين؟ حيكون مستقصيها أو حاصل عليها من البيئة المحيطة. وبالتالي يجب على الريادي دائما أن تكون أو أن يكون منتبها، أن يكون حذرا متابعا لكل ما يحدث حوله من متغيرات في المحيط الاجتماعي وفي البيئة المحيطة. رابعا، المبدعون يفكرون خارج الأطر التقليدية، كما يقول الناس يفكرون خارج الصندوق، يعني ما بفكروا بطرق تقليدية، ما بفكروا بحلول تقليدية، لا، هم بيكون دائما تفكيرهم خارج إطار الأمور التقليدية والروتينية، خارج الصندوق. وبالتالي هذا هو كل ما يمكن استقصاءه أو يمكن استنباطه من هذه التعريفات، 4 نقاط تميز الإنسان الريادي أو الإنسان المبدع. للاستزادة من هذا الموضوع يمكن للطالب أن يراجع بيان المعلومات رقم 1 صفحة 41 42 و 43. أيضا لدينا هنا ورقة عمل حول موضوع الإبداع والابتكار. ورقة العمل هي عبارة عن جزئين، أو مطلوب فيها عنصرين أساسيين. أولا، في صفحة 37 هناك مجموعة من الفقرات، اقرأ هذه الفقرات ثم ضع إشارة حول الخيار الذي تراه مناسبا لكل فقرة من وجهة نظرك. مجموعة فقرات اقرأها واختار الإجابة المناسب أو الخيار المناسب الذي يتناسب مع كل فقرة حسب وجهة نظرك كطالب. الشق الثاني من ورقة العمل، اكتب بالاستعانة بالمصادر المختلفة، كتب، أبحاث، مجلات، إنترنت إلى آخره، موضوع حول الإبداع والابتكار، وهل هناك فرق بينهما وما هي هذه الفروق، بما لا يقل عن 200 كلمة. تكتب ورقة عمل أو بحث صغير ما يقلش عن 200 كلمة حول موضوع الإبداع والابتكار، هل في فرق بينهم، إيش تعريف كل واحد منهم، إيش المزايا لكل واحد منهم، بحيث لا تقل هذه الورقة أو هذا البحث الصغير عن 200 كلمة، وإن إرسال هذه الورقة إلى المحاضر عبر الموديل. أما الموضوع الأخير في هذا اللقاء، وهو موضوع حمر عليه أيضا مرور سريع مع شرح مبسط، كيف تحول فكرة قديمة إلى فكرة إبداعية، ما هي الأساليب أو اللي هو اللي نسميها إحنا الممارسات التي يمكن أن أحول فيها من فكرة إبداعية أو فكرة قديمة لتصبح فكرة إبداعية. هناك بعض الإرشادات أو بعض الأساليب. أولا، جعل الفكرة القديمة أو المنتج القديم أو يعني أضيف أشياء جديدة عليه، جعله أكبر أو إضافة أجزاء جديدة عليه. المنتج القديم كان فيه مواصفات معينة، ممكن أنا أزود مواصفاته، أزيد من حجم هذا المنتج، أضيف عليه أشياء جديدة، أجزاء جديدة، وبالتالي يتحول إلى منتج ابتكاري. هو أصلا كان موجود لكن أنا ضفت عليه أمور جديدة حولته إلى منتج ابتكاري. على سبيل المثال،
أبرز مثال على ذلك يا جماعة هو الموبايل. الموبايل قبل سنوات كان فقط للتواصل بين شخصين، محادثات شفوية. الآن بنلاقي أن الموبايل تضمن إضافات جديدة، يمكن أن يكون تضمن كاميرا، تضمن راديو، تضمن إنترنت. يستطيع الإنسان الآن أن يستخدم هذا الموبايل في التواصل الصوتي واللي هو الصورة وصوت. إذن أنت الإضافة التي تمت على هذا الجهاز أدت إلى أن يكون الجهاز الجديد عبارة عن ابتكار من جهاز قديم. إذا الجهاز القديم كان فقط للتواصل الصوتي، الآن مع الإضافات الجديدة أصبح جهاز الموبايل يمكن أن يكون بديلا عن أكثر من 5 أجهزة، يتضمن 5 أجهزة في جهاز واحد. 2، تعديل أجزاء من هذا الجهاز أو من هذا المنتج، إن أنا أعدل في بعض مكوناته بحيث أنه يصير يستخدم بطريقة أخرى أو بشكل آخر أو أن يغطي خدمة أخرى. 3، إعادة ترتيب أجزاء من هذا المنتج أو ترتيب أجزاء من هذه الفكرة، أرتب أجزاء، أعيد الترتيب، أعيد تكوين الأجزاء، وبالتالي يصبح استخدامه بطريقة جديدة. العنصر الرابع قد يكون من خلال قلب أو عكس بعض الأجزاء، أجزاء تعمل بطريقة معينة أقوم بإعادة توجيهها وأستخدمها بطريقة أخرى قد تكون أو تؤدي إلى إنتاج منتج إبداعي أو تكون فكرة إبداعية. استبدال المواد أو الأجزاء أو الأساليب، أنا بأشتغل بأسلوب معين، إن لو أغير الأسلوب اللي أنا أستخدمه قد يكون في إبداع. استخدام مواد جديدة هو إبداع، استخدام أجزاء جديدة في نفس العمل هو إبداع. جميع الأجزاء أو جمع الأجزاء أو الأفكار، عندي أنا مجموعة أجزاء مبعثرة أو كل جزء يقوم بعمل، أجمع هذه الأجزاء وأكون من خلالها أو منها شكل جديد أو منتج جديد يعمل بشكل متكامل لهذه الأجزاء كلها، هو إبداع وفكرة إبداعية. أخيرا، إعادة استخدام أو تدوير الأشياء أو المواد التالفة، وهذا بنلاقيه بشكل واضح في كثير من الأمثلة. الآن كثير من الشركات تقوم بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والحديد والأوراق، وتستخدمها أو تنتج منها منتجات جديدة، وهذا بنسميه إبداع. أنك أنت حولت منتج ليس له قيمة إلى منتج جديد له قيمة وله فائدة. كما نلاحظ الشركات البلاستيك الآن أصبحت تستخدم البلاستيك القديم، تقوم بإعادة طحنه وتقوم بإنتاج أشياء جديدة من هذا البلاستيك الغير مستفاد منه. وبالتالي هو إعادة تدوير، إذن هو إعادة ابتكار، إذن هو إبداع في تحويل شيء من صورة غير مستفادة إلى منتج له استفادة. هذه هي أهم الأشكال التي يمكن أن تكون إبداعية. بهذا الموضوع نكون قد انتهينا من لقاء اليوم. نشكر